اسمح لي بمجموعة أسئلة وبدي جوابات سريعة لو سمحت عليها. ليش هالقد استفزك موضوع النفط الإيراني، المازوت الإيراني؟ ليش هالقد استفزيت بالوقت يلي ما سمعنا ولا أي انتقاد ولا أي موقف، لا من رئيس الجمهورية ولا من التيار الوطني الحر ولا من يعني ولا من الجهة السياسية اللي أنت بتنتمي لها وربيت عليها؟ ما حدا اولا بالنسبه لموضوع انه استفزيت من النفط الايراني، لا ما استفزني النفط الايراني ابدا، بالعكس مشكوره ايران اذا عم تبعث لنا نفط ونحن لازم ناخذ نفط من كل واحد بيبعث لنا. انا يلي استفزني طريقه ادخال النفط على المعابر، تفتح الحدود كانه ما في حدود وبتدخل 100 سيتيرن 500 سيتيرن وصهاريج فايته بدون حسيب وبدون رقيب. هيدا يلي استفزني، الآلية هي اللي استفزتني. نعم. طيب ليش دائما بس مش اكثر؟ نعم، ليش دائما بالنتيجة في دولة بلبنان وهالدولة حتى لو نحن محتاجين للنفط في حد ادنى من المراقبة على الحدود. يعني بس كيف كان لازم يفوتوا الشاحنات يعني انا استفز استاذ جورج من الامم المتحدة اللي عم تدفع دولارات للاجئين بدون ما تمرق بالدولة اللبنانية، واللي عم تدفع مساعدات والان جي اوز اللي عم يدفعوا مساعدات للدولة بقلب لبنان بدون ما يمرقوا بالدولة اللبنانية، بدون ما يمرقوا بالشانلز الرسمية، واستفز منها وحكي عنها 500 مرة. طيب لأنه المنظمات هيدي المنظمات الدولية أبداً ما عاد عندها ثقة بالدولة اللبنانية، مشان هيك عم بتروح على المجتمع المدني وعلى المنظمات غير الحكومية، ما عاد عندها ثقة بالدولة. بس سؤالي لإلك، كان المفروض برأيك إنه أنا بفهم ما يكون عندها ثقة بالدولة، بس لازم يكون في حد أدنى من المراقبة على إيدائها، لأنه في منهم عم بيستعملوا هالأموال وعم بيوزعوها بطريقة منا كتير مزبوطة، وعم بيقدروا يوزعوها مثل ما بدهم، بس أوقات تستعمل لأسباب سياسية، أوقات تستعمل لأسباب أمنية. هيدا موضوع ما بيقدر يكون هيك بيمر مرور الكرام، لا لأنه نحن محتاجين مثل قصة النفط الإيراني. نعم، حكيت عن أحزاب، تويتات نوابة تنحط بمركز القيادة وبتنبعت، يعني النايب بيقرأ تويت المفروض هو يكون عامله مثل ما أنا وياك بنقراه. مين هو النواب؟ مين هال أي كتلة؟ ما بعرف، في نواب من عدة أحزاب ومن عندكم كمان هن بيعرفوا حالهم، مش ضروري يسميهم. من عندكم كمان؟ لا من عندنا أبدا، أكيد لا من عندنا ابدا، ما في يعني من الكل، في الكل هيك بيعملوا الا انتم؟ لا نحن لا ما بنعمل هيك، بس في قسم كبير بيعمل هيك، بيقرا التويت هو تبعه، بيكون مش هو حاطه، حاطين له اياه بايه. اعطيني اسم، اعطيني جهه ولو. ما بعرف، انا ما بحب، قلت لك انا حريص على التوافق المسيحي، اذا بدك سمع قلتو شلطشه. فهمنا، مشان هيك ما يعني بتقصد القوات. خلاص وصلت الفكره. طيب ما بقصد حدا. مواقفك تجاه حزب الله فيها الكثير من الاختلاف عن الموقف الرسمي للتيار الوطني الحر. هذا الاختلاف منظم ام شو؟ اختلاف كيف؟ الاختلاف بين مين ومين؟ لا يعني موقفك تجاه حزب الله مختلف عن موقف التيار الوطني الحر كقيادة أو كمسؤولين، هل هذا الاختلاف منظم يعني مقصود؟ توزيع أدوار يعني؟ لا منه مقصود، قلت لك من ضمن حرية الرأي، بس أنا يلي بحكي عن موضوع نحن عملنا ورقة تفاهم مع حزب الله، وحزب الله مش كتير عم بيلتزم ببنود ورقة التفاهم وعم بيشطح، وهيدي حتى قيادة التيار الوطني الحر قالت وأعلنت رسميا وببيان رسمي أنه نحن موافقين على سلاح حزب الله من لما فيه خير ومصلحة وحماية لبنان، بس أكيد مش موافقين على أنه حزب الله يروح على اليمن ولا يتخانق ولا يشتم الدول العربية والأخص دول الخليجي اللي هي دول شقيقة وإلى قيادة بيضاء على لبنان. نعم، ولأنه في كتير ناس بيشتغلوا بلبنان، بيشتغلوا بدول الخليج وبيعيشوا عيالهم،
من ميل ما قلنا مصلحة، من ميل بالعكس، نحن لازم نكون أصحاب مع هالدول. نعم، شكرا لك أستاذ ناجي حايك. دكتور ناجي حايك، برجع لك أنا كمان بنفس الوقت، أنا بيهمني مصلحة لبنان أستاذ جورج. حتى لا أحكي الناس بيفكروا أنه عم بحكي هيك لأني أنا بميل ليمين معين مثلا ضد سوريا، أنا مع أطيب علاقات مع سوريا، ومع أنه تكون كل الحدود مسهلة، لأنه سوريا هي جارتنا جغرافيا وهي منفذنا لبيع بضائعنا وللاقتصاد اللبناني. نعم. وإلا نحن كيف بنبيع بضائعنا على الدول الخليج وعلى على العمق العربي تبعنا من دون سوريا؟ دكتور، كمان المشكل مع سوريا ما لازم يكون هيك بهالطريقة، ونحن في عنا كل هاللاجئين السوريين، إذا نحن ما بدنا نحكي مع سوريا كيف بدنا نحن نسعى من شان نرجعهم؟ هي حقيقة، حقيقة الجغرافيا، ما فينا نهرب منها. شكرا لك دكتور ناجي حايك، الناشط في التيار الوطني الحر، على هذه الإطلالة الليلة. أهلا وسهلا فيك.